في دراسة علمية، وحطوا خط تحت علمية دي كده، أو بحث اتعمل على مجموعة من السيدات، جابوهم كده وقعدوا يسألوهم مجموعة من الأسئلة، واكتشفوا في الآخر إن الستات هي السبب في إن الرجالة ما بتعرفش تطبخ، لأن الأم ما بترضاش تدخل ولادها اللي هم بينتموا للرجال، يعني بترضاش تدخلهم المطبخ، بتقول لهم لا ده مرفوض. فديكتاتورية المرأة، هو عنوان الدراسة كده، ديكتاتورية المرأة تمنع الرجل من تعلم فنون الطهي. أنا مش هتكلم تاني.